السلام عليكم، معكم ابن جلال الصادق عليوين، عامل النظافه اللي تضرب نهار ثلاث من اواخر شهر رمضان، اللي تنتفاجئوا انه دار حادثه في الشغل، خدام طاح فوق الكاميو، جا شركه ميكومار وهو موظف جماعي، تنتفاجئوا انه مليوح في سبيطار محمد السادس. مشيت لقيت الاب ديالي مليوح في الارض، معلقين ليه السيروم، ما كاينش تنهضر معاه غير الفم اللي تيهضر، ما كاينش اللي قال هذاك، ما حتى واحد من الخدمه ما تبعو، لا من الشركه ولا من البلديه من المجلس الجماعي، بحال طاح بوحدو. كان غادي شي انسان ما خدامش مع شي واحد، ما لا مع شركه ولا مع بلديه، بحال كان غادي وصافي وطاح، وجاو جاتو الوقايه المدنيه وداتو للسبيطار، وجا ولادو قاموا به، ماشي موظف جماعي لانه اللي تهز. وكان تفاجئوا المشكله، وكان تفاجئوا ان الشركه ما مسؤولياش صحاب البلديه، والبلديه اللي بغات تضغط على الشركه، عرفتي كانت الموظفه ديالي سوريهم ما تسوقاتش ليهم، خدام شتي ولا وقع هذيك شي حاجه منك اللي قال هذاك منك لراسك، سير لهاديك شي فلوس سير صرفهم على راسك. مشيت للجيش الجماعي، مشيت عند واحد الموظف باش نشوف واش الاجراءات اللي بنتاخذ، قال لي يا خويا دابا المشكله، قال لك هاد الشهر تحيد شحال هادي، راه الموظفه ديال البلديه راه ما مسوريش، لا عندك شي فلوس سير صرفهم على باك، عندهم هما لاميتيال صرفهم، داكشي اللي عندك هذيك الفلوس صرفهم على باك، وسير تجيب باك لكنينيك وداوي وداكشي ودفع داكشي لاميتيال، هادشي اللي خسر عليا. ودابا راه ما وصلوا، لا باقي لحد الان اليوم 10 ايام ما وصلوا لا من الشركه لا من البلديه حتى شي واحد اللي يجي يتعاون معاه ولا يشوف ولا يوقف معاه ولا والو، بتاتا ما وصلش شي واحد، باقي لحد الان ما وصلوش شي واحد. والمشكل هو المعيل الوحيد ديال العائله، انا راه الابن ديالو انا هو الكبير عنده، انا راه ما خدامش غير جالس، وعرفتي البيطاله مع الشباب راه كلشي بيطالي، ما كاينش شي واحد، لا خدمنا نهار كنقعدوا يومين، خدمنا سيمانه كنقعدوا شهر حنا قاعدين، هادشي الا خدمتي سيمانه كتقعد شهر ولا شهرين انت قاعد. والاب ديالي تابع البلديه، موظف جماعي، موظف جماعي عرض عليه الخطر، موظف جماعي فاش تضرب دابا، فاش حتى الان فاش تضرب ما بان لي ما بقيتش عرفت واش موظف جماعي، ولا تنحسبوه بحال مواطن عادي، ما عنده لا تغطيه صحيه لا والو. ودابا هو فاش دخلوا الشركه ديال النظافه، الشركه الجداد اللي دخلوا، فاش تحيدوا من الناس من البلديه، عطات البلديه عطات الناس ديالها الشركات. دابا بغيت نعرف انا الاب ديالي لمن تابع، واش تابع للشركه جامي كومار او لا تابع للبلديه للمجلس الجماعي، هادشي اللي بغيت نعرف انايا، حيت الباقي لحد الان مازال ما عرفناش، ما وصلوا حتى واحد، شي واحد زعما اللي وصلوا ويقولوا شي هذاك السيد ما وصلوش شي واحد، ولا هذا كي زبال كي نقولوا حنايا غير مول الزبل، يجي يجمع لكم زبلكم صافي راه طاح ما تسوق ليه حتى واحد. واش لا نجدوا الناس المسؤولين، الا كان شي حل بيجروا معنا شي حل لهذا السيد هذا مرحبا، وحنا تنجدوا وزيره رئيسة المجلس لا فاطمه الزهراء المنصوري، الا كان شي دار تدخل راه حنايا راه تنطالبوا من التدخل يكون، ولا ما كاينش اللي تدخل راه شافنا الله هادشي.